هلا التمرين اليوم اللي رح ناخده تصميم زاوية مطالعة أو زاوية قراءة أو هيك شيء. فهي مجموعة صور أنا حاطط لكم إياها. بدي تصمموا شيء قريب لإله، ما بدي يعني ما إنه شيء إنه خلص هاي نفسها بدنا إياها بالضبط، لا بس إنه فكرة معينة. هدفي من التمرين إنه يعني نحن ما بدي أعطيكم غرفة كاملة، بس نحن بدي إياها يتصمم شو هو عبارة عن زاوية معينة. مثل هيك زاوية مثل ما شايفين، يعني نركز فيها شو هون توزيع العناصر بالمشهد وانه نكون مشهد متكامل لقطة كاملة. شوفوا هون كتير تصميم بسيط عبارة عن قطعة فرش طاولة، يعني هيك تصميم ما رح ياخذ وقت، بس بالرندر بكرة إذا كملنا شغل بتوصل منه لنتيجة كتير حلوة. ما بدي تستعملوا بلوكات هون، كله بده يكون تصميمكم. هلا هي مجموعة أفكار ممكن كل انتو لقطة تاخذوا فكرة معينة. شوفوا هاي مثلا زاوية معينة، هلا هاي صحيح كتب وعبياني وهيك، بس كلها عبارة عن شو بالنهاية؟ بوكس كبير وانسيت واكسترود، خلصت الحكاية. هاي بتنعمل معكم ببساطة من الأوامر اللي أخذناها. هون نفس الشيء ممكن يعذبوكم شوي بس بيطلع معكم شغل. تقطيعات الشبابيك بتطلع معنا، أخذنا التفريغ. هاي ممكن تكون بحالتين، يا اما انا اعملها بالبوليان اطرح منها قوس، يا اما شو ممكن اعمل غير البريدج، انا ممكن افتحها عبارة عن مستطيل واخذ الحرفين هدول الجوانيات شو نعمل لهم شامفر، فرح يحول لي اياها لقوس. بعدين جواتها ممكن اخذ كونكت، اخذ الاطار هذا الجواني واعمل له كرييت شيب فروم سيلكشن، بحول لي اياها ل 2D بوصل لي من الشكل، او انتم احفروه ورسموا رسم عادي واحفروا حفر اذا لقيتوا صعبه بالاسلوب الثاني. يعني اللي بدي احكيه انا هون بالذات اللي بدي اياه بالتمرين هذا هي الحركات هاي، انه يعني ما اعمل غرفه جامده، الكرسي حاطته وميلته شوي، زتينا شويه كتب على الارض، زتينا شويه فرش، اخذنا بكلوز عملت ورقه زتيتها على الكرسي وحطيتها مثل جريده مسدوده مثلا. هاي الحركات بدي اياكم تركزوا عليها. حطيت لكم كتير افكار ما بعرف ممكن تستفيدوا منها، كلها ممكن تتصمم على فكره وبدون ما تاخذ وقت. شوفوا الفراغ هذا مع انه كتير بسيط بس فيه حركات حلوه، شايفين هون الحركات هاي محلاها، شنطه مسدوده قطعه فرش مخدات هاي هاي كلوز عادي. اي هلا هني هاي بدل ما يحطوها بلين فوق هني بيكونوا راسمينها شكل حرف يو مثلا، عرفت شلون؟ هي بتكون راسمينها مطعوجه. يعني اذا انتقلنا هون على الماكس، انا ماني مجرب بس شايفها بدروس هيك، فممكن ناخذ نحن لاين. عرفت شو الفكره؟ هاي نعمل لها اكسترود وشيل وزتها لحالها بتطعوج على كتر الاسطح اللي فيها. شوفوا هاي مثلا ما بعرف منين ممكن تطلع معنا، ممكن تقاطع كذا طابة مع بعض ندخلهم نعمل لهم روتيت نعملها لتست. تفضلي حياة عندك شيء؟ كان بقول لك عن كلوز انه يعني بعد جربت احاول اعملها نفس على غلط الدخل فيطلع يعني بينزل تحت البوست ما يطلع عليه تماما. ايه هلا هاي المشكلة بتنحل معكم بأول شيء يكون سيجمنتس كتار للسطح نفسه للجسم نفسه. يعني اذا البوكس السيجمنتس تبعه قليل لما تزت عليه بتصير هاي المشكله، فبس كتر السيجمنتس لتنتهي يعني. لازم يمشي حال بتطلع دقيقه 100% هالحروف. شوفوا هون بدي اياه كمان منكم توزيع الكتب بالمكتبه، يعني ما اخذت بوكس وزتيت وزت على الكل، لا اخذتهم اول مره هون. طيب اخذت هاي المجموعه نسختها لتحت حذفت منها بالنص وكبرتهم شوي صار عندي مجموعه ثانيه، نفس الشيء تحت ضغطتهم شوي صار عندي اثر، اخذت هاي المجموعه عملت لها روتيت صاروا عندي افقيات. فالتوزيع هذا اللي شايفينه هون هو اللي بيعطي نتيجه حلوه للتصميم. شوفوا على الحيط مثلا اضافات معينه، شوفوا هاي اللقطه مثلا احلاها مع انه كتير بسيطه بالنهايه، عباره عن قطعه فرش. تفاصيل بالحيط مثلا مثل الزرار مثل البرايز هاي كتير بتعطي حركه، عملت كبل كهرباء طالع مثلا، شغلي معلقة هون وكبل كهرباء واصلة لإلها، هاي الشغلات كتير بتعطي تقل للجسم، المخدات المسدودة بالأرض. فهون عندكم مجموعة صور كبيرة ممكن تضيفوا شجر عناصر لاندسكيب. هاي اللقطة شفت منها شغلة الكتب المسدودة، الأوضة هيك مكركبة يعني ما أنا منتظم.
هاي الزاوية كتير حلوة. مع ماتيريال مع ماتيريال حاطط لكم مكتبات خامات ممكن تستفيدوا منه. وبدكم تركزوا انه الالوان تكون حلوة، ما تزدوا الوان هيك. ومثل ما قلت لكم انا يعني هدفي انه تكون زاوية معينة قطعة فرش مع مكتبي مع طاولة، مشان نركز نحن انه نطالع مشهد متكامل وصورة متكاملة. تمام، هدول الصور رح اعطيكم اياها هون، بناء عليهم رح تشتغلوا التمرين. يعني هيك زاوية مثلا والله كتير بسيطة كموديلينج كتصميم يعني، بس قدرنا نكون منها مشهد كامل. شوفوا السلك مثلا، سلك طالع هيك. اللوحات اختيارا على فكرة كتير بيأثر على اختيارا وترتيبها، يعني كتير بيأثر على التصميم. هدول اغلبا هاي مثلا فيري، هاي تصميم ماكس بس مرندرة فيري. ايه اغلب الشجر عبارة عن بلوكات، واخذنا نحن في مجموعة هون ولو قلنا شوي. ايه بدك بلوكات خارجية، انا نسخت لكم قسم موجود دوست جاردن اسمه، في وفي اللي مع غزل مجموعة الايفر موشن، بس ما كلهم موجودين بلوكات ماكس. فبس هذول يعني ركزي عليهم. اضافاتهم بسيطة بس كبس مع سحب وزتيناهم على الجسم. ضفت لكم مع التمرين هذا في عنا مقبس جديد لقيناه اسمه بوكس كتر. نحن شفنا الدرس الماضي السويب بروفايل، وشفنا الفلور جنريتر، شفنا الكيتشن كابين جنريتر. فاليوم عنا شيء اسمه بوكس كتر منضيفه من زدته، عم يعطيني قائمة. هذا مش عم يوزع لي كتب توزيع عشوائي، كتير حلو. الفكرة كمان بدي لكم اياها انه انا لما بدي اجي اصمم كتاب ما والله عملت بوكس وخلاص، لا يعني ما رح ياخذ معنا وقت كتير. كونفرت تو بولي، اخذنا هدول الحرفين وعملنا لون شامفر مثلا. تمام، اخذنا السطح هذا اللي هون وعملنا له انست واكسترود لجوا. كتير بأثر على فكرة النتيجة على الرندر مثلا. وهي اكسترود بسيطة، رح اقول له هون على شيء اسمه لوكال نورمال، نصفرها ونزلها شوي لتحت. طبعا بربكم شوفوا الفرق بين هذا مثلا وبين بوكس عادي. هلا هون باخده، هون في عنا بناخذ الامر اسمه بوكس سكتر، بزته هون. طبعا انا محدد الجسم، عم يقول لي شو بدك تقطيعات على الطول 20 رح اقول له. في عنا هون شوية فراغات، عنا شيء اسمه المين سكيل والماكس سكيل عشان يعمل تباين بالحجام. في عنا مين روتيشن وماكس روتيشن، ما بخليهم كلهم مستقيمات، بميلهم شوي. في عنا بعدها كبسي اسمها رن. فلاحظوا شو عملنا، كتاب واحد ماشي. انا اعطيه هون 20، فعامل 20 صف لازم اعطيه على العرض. هي 20 والرقم الثاني اللي بنحدده هون 10 اللي هو حاطط هون بالعرض. بس شايفين توزيع احلى. وبعد هدول انا ممكن اخذ مجموعه منهم شيفت كوفي، مثل ما قلت لكم عملنا منها 90 على العرض مثلا. ما بحطهم هيك كمان، ممكن فتلت شوي مثلا ماشي. شوفوا هون ممكن تنزلوا صور جرايد مثل ما قلت لكم. شفتها بلقطات لانه يعني كثير اعطي حركه حلوه على ايد كنباي وايد كرسي، زاتين بلين وكاسينا. فكمان من الاخراجات المميزه. كتب على الارض، فنجان قهوه هون مثلا. واضح التمرين؟ افكر ما نصعب، بس هو شامل لكل شيء اخذناه مع حتى موضوع الاكساءات اليوم.